السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي، ومرحبا باللي عاد دخلت عندي جديدة. كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير، وإن شاء الله تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. المهم أخواتي، اليوم على إيش غادي نهضر؟ مثلا الدار ديما كيكون عندي فيها صداع، ديما تيكون عندي داك النفور، ديما الصداع، ديما ولادي ما كيسمعوش ليا، ديما كي تيبقاو يدابزو مع بعضياتهم، انا وراجلي ديما كندابزو مع بعضياتنا، الراحه ما كاينش عندي في الدار. هادشي تيوقع ليا ديما وانا ما كنعرفش كيفاش. ديما الدار عندي فيها ما كنتفاهموش، بزاف ديال الحوايج اللي ما كنتفقوش عليها. شي كيغضب من شي ما كيحملش، الدراري عاوتاني عصبيين، يعني حتى شي حاجه ما عرفناش هي. شنو هو الحل؟ واحد العشبه ضروري تكون عندك في الدار، عشبه ضروري تكون عندك في الدار، ما تفرطيش فيها ابدا، ما تفرطيش فيها. كان عندك رغوات في الدار، كان عندك صداع، كنتي وراجلك، انت وراجلك ديما مخاصمين على اقل من هي حاجه، كتخاصموا على اقل من حاجه، ما كتفهموش بعضياتكم، الدراري ما كيسمعوش، يعني ديما داك النفور ما بيناتكم، يعني كل واحد شي كيشرق شي تيغرب. المهم ديما صداع عندكم في الدار، ديما العكوسات عندكم في الدار. شنو هي هاد العشبه اللي غتكون عندك ديما في الدار، ديما تكون عندك في الدار؟ هذيك العشبه فيها بزاف ديال المنافع، بزاف ديال المنافع فيها، كداوي الصحه ديالنا، كت 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 بزاف ديال الحوايج اللي فيها كتفيدنا في بزاف ديال الحوايج. شنو هي هاد العشبه؟ هي الشيح، هذه هي العشبه ديال الشيح. ولكن خاصكم الطريقه وكيفاش غادي كيفاش غادي ديروا لهاد الشيح ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا مثلا كان عندك صداع كيف ما قلت لكم انا، والغوات عندكم في الدار، والمشاكل، وديما كتناقشوا على قل من هي حاجه، ديما كتصدعوا على قل من هي حاجه، حتى نهار ما كيدوز عندكم زوين، ديما الغوات عندكم في الدار، وديما المشاكل عندكم في الدار. بسميتو بهذه بالشيح هذا ديما ناخذه. هذا غتمشي عند العطار غتقول ليه الشيح، راه معروفه كلشي تيقول الشيح، يعني لا عندنا هنايا ولا في دول اخرى كلشي كيقول الشيح، يعني راه معروف هذا الشيح، ماشي ما معروفش. غادي نجيب هذاك الشيح اخواتي. دابا الدار عندك ديما 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 فيها الغوات، غتجيبي الشيح، غتمشي عند مول هذا، غادي تجيبي خير الله ديال الشيح، ما غتجيبيش غير الشويه، غادي تجيبي خير الله ديال الشيح. غادي تجيب بحال دابا مثلا داك نص كيلو ديال الشيح، هو ما غاليش، راه رخيص ما غاليش. غتجيبي الشيح وغادي تجيبي معاه غتجيب معاه اوراق سيدنا موسى. غتاخدي الشيح بحال دابا مثلا خديتي بحال دابا مثلا خديتي نص كيلو ديال الشيح، هذا باش يبقى عندك ديما غادي ترقي عليه وغيبقى عندك ديما. فين ما تحسي باللي داك الصداع ولا عندك في الدار، انت وراجلك ما مفاهمينش، ديما المشاكل عندكم في الدار، الدراري ما كيسمعوا ليكش، ديما الغوات، ديما المشاكل، هذا ديما يكون عندك، غديري في واحد الميكا وغتخليه ديما عندك. فين ما تشوفي القضيه ما هيش هي هذيك، غادي تهزيه هو وهذا اوراق سيدنا موسى. هذاك الشيح اللي غتشديه غديريه في واحد الميكا او لا في شي قرعه، بحال يا هو ما غيخسر شيء، يا في قرعه، ولكني بغات تمشي عند العشاب غتقول لي عندك، يعطيك الشيح اللي كيكون جديد، ما يعطيك الشيح اللي كيكون قديم، الشيح جديد باش تكون عنده واحد الريحه، حتى هو الريحه ديالته راه زوينه. هذاك الشيح غتاخذي بحال دابا مثلا غتاخذي نص كيلو ديال الشيح، هذه الا بغيتو شي واخا تاخذوا غير ربعه كاع ماشي مشكل، هو راه ماشي ثقيل بزاف. غتاخذي وغتاخذي اوراق اللورا اولا اوراق سيدنا موسى، غتاخذي منه غير واحد الرابعه بركه اللي غتاخذي، غادي تخلطيها مع داك الشيح. ملي غتجيبيها للدار ما غدكيهاش، غتبقى غير بحال هكايا، غير بحال هكايا، غير بحال هكا، غير بحال هكايا، غتبقاي تقسميها غير بحال هكايا صافي، وغادي تحطيها على داك الشيح صافي. حطيتيهم يا اما في قرعه، يا اما غتحطيهم في شي ميكا هكايا مجموعين صافي. واشنو غادي تقراي عليهم؟ غتقراي عليهم اول حاجه غتقراي عليهم سوره ياسين، هادي وغيبقاو عندك ديما. فين ما تكون عندك شي حاجه غتهزي وغادي تلوحي صافي. هذاك الشيح وداك اوراق سيدنا موسى راه كيقاري عليهم القران، يعني راه غير هزي ولوحي صافي، غيبقى عندك ديما غير هزي ولوحي. المهم اخواتي، بحال دابا مثلا بحال دابا شنو غتقري عليهم؟ غتقري عليهم سوره ياسين هي الاولى غتقري عليهم، وغتقري عليهم سوره الصافات، غتقري عليهم وغتقري عليهم سوره الرحمن، غتقري عليهم. دابا انت كتقري بحال هكايا وغتقري هكا، وداك سميتو داك النفس اللي كيخرج خاصو يلحق لهم هكايا، مره دير ديك
بحال هكايا داك سميتو كيوصل لهم هكايا، ماشي الدفلي انما غير هكايا بحال هكايا وصافي. صافي غتقراي سورة ياسين، غتقراي الصافات، غتقراي الرحمن، هادو غتقرايهم كاملين. واخا دابا انت قريتيهم كاملين، غادي تبداي باش تبخري بطبيعة الحال، غادي تكون على طهارة، بغيتي تبخري قبل المغرب، فات المغرب ما تبخريش، بخري معايا فيما بغيتي، يا مع الصباح يا مورا الظهر يا مورا العصر ماشي مشكل، ولكن فاش قرب المغرب صافي ما تبخري شيء. اي ساعه بغيتي تبخري بها ماشي مشكل، غادي تشعلي المجمر او لا داك الفحم الحجري، المهم كل واحده وشنو كدير. صافي دابا انت قريتي عليهم ديجا ديك القرعه وساليتي، ديك الساعه فاش غتبغي تلوحيهم باش غتبخري بهم، غتقري ديك الساعه اشنو غتقري؟ غادي تقري غتقري الفاتحه هي الاولى، غتقري المعوذات، غتقري الاخلاص والناس والفلق، غادي تقري 7 ديال المرات الاخلاص، 7 ديال المرات الفلق، 7 ديال المرات الناس، غتقريهم 7 7. وإلا بغيتي تزيد اكثر ماشي مشكل. صافي قريتيهم، غتقري ايات الكرسي غتقريها 3 المرات. صافي مني غتقريهم كاملين، ايوا ديك الساعه بداي تبخري. مني غتبخري بالدار اقسم بالله غادي تحسوا بواحد الهدوء في الدار، غادي تحسوا بان ديك المحبه ولات عندكم، غتحسوا بان العينين ديالكم تحلو، ما بقاتش فيهم ديك الغشاوه، القلب ديالكم تفتح، ما بقاش فيه داك الحقد وداك سميتو، سبحان الله العظيم كتولي صافي تيولي شي يشوف الشي، شي يشوف الشي، يعني شي يحترم شي، شي يقدر شي، شي يتفاهم مع شي، هكا كتولي الدار صافي كيولي فيها واحد الهدوء ما شاء الله. صافي ديك الساعه ما غتبقى عندكم حتى شي حاجه، صافي وغتهزي واحد الحفنه وغادي تقري عليها. دابا راكي قريتي دابا هذيك الحفنه اللي كلها قريتي عليها، دوك الصور بثلاثه ياسين والصافات والرحمن قريتيهم عليهم، لكن غير ملي كتبغي تبخري اللي كتقري دوك سميتو غتقري دوك المعوذات صافي والفاتحه وآية الكرسي وتبخري صافي، وغادي تقفلي هذيك القرعه وغادي تخليها. الساعه اللي غتشوفي عاوتاني صداع ولا عندك تاني في الدار، يقدر يكون من العين، يقدر يكون من الحسد، يقدر يكون من اي حاجه، غتهزي ديك القريعه وغتقري عليها دوك سميتو المعوذات وآية الكرسي صافي والفاتحه هي اللي غتقريها. صافي هادشي اللي هو، الا بغيتي تزيدي حتى الكافرون ماشي مشكل، قل يا ايها الكافرون، الا بغيتي تزيدي حتى هي ماشي مشكل، صافي وبخري بها، هذيك غتبقى عندك ديما في الدار. صافي هادشي اللي قلت لكم انا، صافي راكي قاريه عليها وسده عليها، مني غتبخري اي مره بغيتي تبخري ماشي مشكل، اي مره بحال دابا مثلا بخرتي اليوم سيري عاوتاني واحد 3 ايام ولا 4 ايام، عاوتاني عاود بخري بها ثاني، عاوتاني سيري واحد 3 ايام ولا 4 ايام عاوتاني وعاودي بخري بها، هذيك كدير الهدوء وكتولي المحبه وداك النفور والله ما كيبقى في الدار حتى شي حاجه ما كتبقى، بالشيح اوراق سيدنا موسى. هذاك الشيح راه حنا كنديروه بزاف ديال الحوايج، حتى بالنسبه مثلا بحال البنت مثلا ملي كتبغي تجيها عليها الدم، انا واحد البنت انا ما رضعاها، تزوجات ولكن ما ولداتش، العام الاول ما ولداتش، الثاني ما ولداتش، الثالث ما ولداتش، شي واخا كدوز عند طبيب وكيخرج ليها الدواء ما كيدير لها داك الدواء والو، اخيرا رجعت للشيح. النهار اللي كتبغي تجيك الدم راكي عارفه الوقت اللي غادي تجيك فيها الدم، النهار اللي غادي تجي فيها العاده الشهريه كانت كتطبخ بحال هكايا الشيح، كتب بحال هكا كتبخ الماء وكتخوي فيه وكتخلي حتى يطلق وكتشربو، مني كتجي هاد الدم كيهبط من هذاك الشيء مكبد بحال هكا، مني كتبغي تهبط مني كتبغي صافي، الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث سبحان الله العظيم عطاها سيدي ربي هذا التريكه، صافي ولدت دابا الولد الاول ولدت الولد الثاني ما شاء الله غير بالشيح باش ولدات، حتى هو راه ما شاء الله حتى هو راه بزاف ديال الحوايج اللي عنده هاد الشيء، حنا ما عارفينهم شيء، الشيء غير هاد الشيء غير مثلا الى غير طلقتيه درتيه في الدار وطلقتيه راه حتى ديك الحشرات 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 ديك الزحيفه حتى هي ما تيخليهاش الشيح، تيقتل كل شيء ما كيخليهش شيء. وحتى مثلا بحال دابا مثلا الى شتي شي الفعه او لا داكشي كيكون في عروبيه او لا شي حنش او لا شي حاجه كتلقي غير الشيح، الى هو يا كان غير حنش عادي او لا شي حاجه راه كيمشي بحالاته، الى كان غير مسوف راه تمتم ما كيبقاش، الا كان غير مسوف راه ما تيبقاش، الا طلقتي الشيح راه ما تيبقاش. المهم اخواتي هذه اللي قلت لكم انا دابا، الشيح مع اوراق سيدنا موسى، هذه الدار اللي كيكون فيها الصداع وكيكون فيها العراك وكيكون فيها النفور وكيكون فيها كل شيء. حاجه اخرى بحال دابا مثلا البنت اللي كيتعطل عليها الزواج وكيكون الرزق ما كاينش في الدار، وتيكونوا حتى دوك عمار البيت ما كتعرفوهمش واش صالحين ولا طالحين، تيكون يعني من الحسد ومن التبعه ومن لمس العاشق، يعني كتكونوا مأثرين بزاف،
شنو غديروا؟ غتاخذوا الشيح وغادي تاخذوا المسك، المسك الاسود، المسك الاسود غادي تاخذوه، غتجيبوا الشيح والمسك الاسود. كيفاش غادي ديروه؟ هذه بالنسبه للتعطيل، مثلا البنت تعطل عليها الزواج، او لا الدري، او اللي يقدر يكون عندهم مس عاشق، او لا تقدر تكون عندهم تبعه. هنا شنو كندير؟ كنجيب الشيح. خلي عليكم الاولى، انا قلت عليكم هذيك مشات. دابا غناخذ الشيح، انا مثلا بحال دابا انا مثلا ما تجوزش تعطل عليا الزواج، او ما تجوزش، او لا مثلا عندي المس العاشق، او لا مثلا عندي التبعه ولا شي حاجه. غناخذ الشيح وغادي ناخذ المسك، المسك الاسود. هذا المسك الاسود غادي نخوي على داك الشيح كامل، غنخوي على داك الشيح كامل، وغادي نخليه حتى لغد ليه باش كيكون داك الشيح شرب ليا هذا المسك الاسود. دابا فهمتوني انا شنو كنقول؟ يعني بلا ما نقول نعاود، راه تنبقى نقول نعاود لحقاش راه دابا ما كتفهموا، كنقول الحاجه ولكن ما كتفهموني شيء. ناخذ داك الشيح غادي نخوي عليه المسك الاسود، غنخوي عليه كامل، وغادي نخليه حتى لغد ليه حتى يتشرب ليا مزيان هذاك المسك، يتشرب ليا مزيان المس المسك الاسود. صافي تشرب ليا مزيان لغد ليه، شنو غادي ندير؟ غادي نقرا عليه النت نفس 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 الصور اللي قريت. غنقرا سوره ياسين، سوره الصفات، سوره الرحمن. غادي نقرا على هذاك سميتو، على داك الشيح. صافي النص، صافي دابا قريتهم، قريت هادشي كله، ساليت النص غادي نخليه للتبخير، النص الاخر غادي نخليه للعمان. بحال دابا مثلا ملي غتبغي تبخري غتقراي المعوذات وغتقراي ايات الكرسي وكلشي وغادي تبخري، غتهزي غير شويه من هذاك المسك، المسك داك الشيح مخلط بداك المسك، غتهزي غير واحد شويه وغادي تبخري به. صافي ملي غتبخري غتقراي دوك الايات اللي قلت لكم انا هي اللي غادي تقراوها. صافي ملي داك الماء اللي غتستحمي به، ما غتستحميش به في سميتو في الحمام، اشنو غادي ديري؟ دخلي للحمام وعومي وسالي هذاك داك المسك، داك الشيح مع داك المسك. غادي تفزقيه واحد شويه في الماء، ملي غتفزقيه في الماء صافي، ملي غتخرجي ديري هذاك الماء في شي بخاخ ورشي راسك بلا ما تعومي، بلا ما داك الماء ما يهبط للارض ابدا. صافي بخي على 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 وجهك، بخي هكايا على على الراس ديالك، بخي هكايا على الجسم ديالك، صافي هكايا دهني اللحم ديالك كامله صافي بلا ما تعومي، وما يمشيش كاع داك الماء. خرجي واجي البيت النعاس ديالك وديري هادشي اللي قلت لك انا صافي، وخلي خلي هذاك الشيء، ما غيبقاش عندك التابعه، ما غيبقاش عندك المس العاشق، ما غيبقاوش عندك، لانهما اصلا تيكرهوا الشيح وتيكرهوا حتى داك المسك الاسود، تيكرهوه ما تيحملوش ابدا. صافي دابا انت يا عمتي ودرتي هذاك الشيء ودرتي داك البخاخ رشيتي به، بغيتي تعومي ماشي مشكل، خرجي وعومي، ولكن داك الماء خرجي وديه لشي بلايصه، انا تنقول هذاك البخاخ يكون افضل. صافي ديريه وسالي. صافي ملي غادي تبغي عاوتاني تبخري سيري عاوتاني وقراي هذوك الايات اللي قلت لكم انا، ايات الكرسي وهذوك الصور ثلاثه، الاخلاص والناس والفلق، غادي نقراهم. قل يا ايها الكافرون، حتى هي غادي نقراها وصافي، وغادي نبخر، نهز واحد شويه من داك الشيء وغادي نبخر به. صافي ونبخر حتى كتولي دي الريحه، الريحه فيا ديال الشيح وديال المسك هكاك، وصافي وغادي نخليها هكا يكفيا عاوتاني حتى لغد لي عاوتاني ما نديرها شيء. النهار الاخر عاوتاني نقدر نديرها، النهار الاخر عاوتاني وسيروا عليها 15 يوم وانتم عليها، وانتم وانتم بحال هكايا كتبخروا. بحال دابا بخرت اليوم، غدا ما نبخر شيء، بعد غدا نبخر، بعد غدا ما نبخر شيء، تنكمل 15 يوم بحال هكايا. وداك العومه نوض نعوم، دابا راه الصداره، راه الصداره، راه الواحد كيعوم كل نهار، يعني راه كل نهار كتعومي، ما يمكنش ما تعومي شيء. صافي ومنين تسالي عاوتاني خرجي ديري ثاني داك البخاخ ديالك، وبخي ثاني وطلي ثاني اللحم ديالك كامل، وان شاء الله ما غيبقى عندكم لا تعطيل ديال العمل ولا تعطيل ديال الزواج، وما غيبقى عندكم لا مس عاشق، وما غتبقى عندكم لا تابعه ولا حتى شي حاجه. الشيح ما يخطاكمش من الدار، ورق سيدنا موسى ما يخطاكمش من الدار، وانا راه قلت لكم من 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 من, من البخور اللي وريتكم البارح، راه قلت لكم هادو كلهم مزيانين، هادو يعني ما يخطاكمش. الشيح 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 ما يخطاكش.
اوراق سيدنا موسى ما يخطاوكش من الدار ابدا، ما يخطاوكش من الدار، هاد ديما يكونوا عندك في الدار، الشيح ديما يبقى عندك في الدار، ديما 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 يبقى عندك في الدار، راه عنده بزاف ديال هذا، حتى من السكر عاوتاني اللي عندهم السكر عاوتاني، راه حتى داك الماء ديال الشيح كيشربوه راه تاهويا ما شاء الله، راه عنده بزاف ديال المنافع هاد الشيح، وهاد الشيح ما يخطانيش انا من الدار، صافي نجيبو كيف ما قلت لكم انا، نقرا عليه هذيك القرايه ونخليه عندي في الدار، فين ما تكون عندي شي حاجه غنهز واحد شويه ونديرو في هذا سميتو في المجمر ونبخر به، وان شاء الله ما تكون عندكم حتى شي حاجه. كنتمنى اخواتي نكون فدتكم بهذا العشبه اللي ما كيخصهاش تقطع حتى شي بيت، وما تنساونيش باللايك، شكرا والى الملتقى ان شاء الله.